أنا زي علمي علمكم أشوف الصور برا، ولكن خاطب العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. وشلون يطلعون في الصور بالشكل هذا ويطلعوا على المسرح في كاميرا روتانا وفي كاميرا الام بي سي، شكلهم ما شاء الله كل واحدة مز من الثانية. هذه صور في رأيي أنا، صور والله من جد يعني من جد. إحنا هيفا وهبي الحين صارت شينا ثاني، يعني ما شاء الله طلع على المسرح، يعني الصور العادية بتلاقي حتى الناس اللي حاضرين. هيفا وهبي تبقى هيفا وهبي بالضبط للأبد، ما إلك إلا هيفا. وبعدين ما شاء الله تبارك الله ليك الواو يا جماعة، بعدين هم فوق الخمسين الله يحفظ. معنا أقولك يعني هو كمان يعني سوى الفنانتين سوى هيفا ولا أصالة، في الأساس هم أصلاً ما قالوا إنهم والله بنات 17، هم باين إن هم سيدات. وإحنا كدكتور تجميل أنا أعتبرهم يعني طبعاً أكيد هيهاجموني ويقطعوا فيني، بس ما علينا. أنا أشوفهم هم عبارة عن إنسبيريشن، لأنه سيدات في العمر هذا في الوسط هذا محافظين على شكلهم. يعني حتى الآن في أصالة إنه هي حتى لما شكلها تغير يقول لك زي كل ما بتكبر هي بتصغر. فأنا بعتقد إنه هم بيسووا شيء المثالي، إنه هم محافظين على جمالهم على رشاقتهم على وعلى 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 وعلى، والشيء واضح يعني. بس بالنسبة لأصالة تحديداً الناس صارت تقول إنه صارت واحدة ثانية تماماً. ايه هنا هي حلو في الحالتين لكن يقولون صارت واحدة ثانية. ما عاد شوف هنا يصير التغيير. طبعا هذا رغبة شخصية في الأساس، انه كل سيدات سواء مشهورة ولا غير مشهورة، في بعضهم بيغيروا شكلهم بشكل جذري وفي بعضهم لا بيحافظوا على شكلهم. وتلاقي كل واحد ما بيكبروا في العمر بيصير شكلهم أقرب لمرحلة شبابهم. لكن جاي الصورة على هيفا وعلى أصالة بالشكل هذا وباينة من كاميرا واحدة، يعني مش تلاقي المصور الفلاني والمصور الفلاني والمصور الفلاني صورهم كلهم طلعوا بنفس الهيئة، هو مصور واحد وصورة واحدة واللي انتشرت. فأنا اعتقادي كما لني حكتك ولا إن هذه إن هذه صور عبارة عن زي الفلتر اللي جو من فترة إنهم يصورون كلهم يبكون في الحفلات زي كذا، نسوي الصورة والصورة. ما شاء الله يا دكتور أنت خبير تصوير كمان. ما أنا متابعك في مين كسرنا السوشيال. عموماً أعتقد يعني إنه بس الفيديوهات سواء مفبركة أو حقيقية. نعم. هذا لا يعني أنه الناس